بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث للتعليم المستمر، الفصل الدراسي الثالث، المادة مهارات حياتية، موضوع الدرس إثراءات، معلمتكم أماني الجعد. دعونا يا أعزائي الطلاب والطالبات نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يسترجع مهارة حل وإدارة المشكلات، أن يوضح مهارات اتخاذ القرار، أن يبين فوائد الرحلات والنزهات، أن يناقش أهمية البطاقات البنكية، دعونا الآن يا أعزائي الطلاب والطالبات نسترجع ما تعلمناه سابقا في دروسنا الماضية. اليوم بإذن الله سنتعرف على الوحدة التي تعرفناها في الدرس السابق، وهي الوحدة الثالثة في كتابكم، وهي المهارات الشخصية. أعزائي الطلاب والطالبات تعرفنا على درس مهارة حل وإدارة المشكلات، وتعرفنا على بعض النقاط المهمة، فدعونا نسترجع ما تعلمناه سويا. تعرفنا يا أعزائي الطلاب على مفهوم إدارة وحل المشكلات، برأيكم ماذا تعني لنا كلمة مهارة حل وإدارة المشكلات؟ إذن أحسنتم يا أعزائي الطلاب، يقصد بمهارة حل وإدارة المشكلات يا أعزائي الطلاب هنا هو نشاط حيوي يقوم به من يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، يقوم به الإنسان ويمارس للتغلب على ماذا؟ إما قد يتغلب ذلك الشخص على ماذا يا أعزائي الطلاب؟ إما على مشكلة على أو موقف أو على قضية أو معوق حياتي، عبر ماذا يا أعزائي الطلاب؟ عبر اتخاذ مناسب، إما أن يتخذ ذلك القرار بحيث يتكيف على ماذا؟ بحيث يتكيف مع ذلك القرار الذي اتخذه أو يخفف عنه، أو إما أن يقضي على ذلك. إذن يا أعزائي الطلاب تعرفنا على مفهوم مهارة حل المشكلات، وكذلك تعرفنا على ما المقصود بالمشكلة، ماذا تعني لنا المشكلة يا أعزائي الطلاب برأيكم؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، فتعني لنا المشكلة قد يكون هناك شعور وإحساس بتلك القضية، أو بوجود ماذا؟ بوجود عقبة نريد أن نحقق هدف للوصول إليها. كذلك قد تكون وجود علاقة يا أعزائي الطلاب مع أشخاص أو مواقف ينتج عنها حالة تناقض وارتباك وعدم ارتياح. فالمقصود بالمشكلة يا أعزائي الطلاب أيضا قد يكون وجود الفرد أمام عدة تساؤلات أو غموض يريد أن يحل تلك المشكلة، مع وجود رغبة لديه للوصول إلى الحقيقة. كذلك يا أعزائي الطلاب، ما المقصود بالمشكلة؟ مثل ما ذكرنا قد ينحرف ذلك الشخص عن الطريق الصحيح الذي يجب أن تسير فيه الأمور. إذا تعرفنا على أهم نقاط أعزائي الطلاب المهمة، وهي مفهوم مهارة حل وإدارة المشكلات، وما المقصود بالمشكلة. كذلك في الحصص الماضية تعرفنا على خطوات حل المشكلات، لدينا عدة خطوات لابد أن نتبعها حتى نتوصل إلى اتخاذ قرار لحل تلك المشكلة. فبداية يا أعزائي الطلاب لابد علينا أن نطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وكذلك لابد أن نحدد المشكلة. إذن بداية يا أعزائي الطلاب طلب العون من الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون لدينا إيمان قوي بأن الله سبحانه وتعالى يعيننا على جميع أمور حياتنا. كذلك يا أعزائي الطلاب لابد علينا أن نحدد تلك المشكلة، لابد أن نضع عدة تساؤلات حتى نجمع كافة المعلومات عن تلك المشكلة، متى بدأت المشكلة، متى انتهت المشكلة، لمن حصلت لهذه المشكلة، لماذا حدثت هذه المشكلة. فإذن فلا بد علينا أن نجمع عدة معلومات ومراجعة كل الخبرات السابقة المرتبطة بتلك المشكلة. تليها ماذا؟ الخطوة التي تليها يا عزيزي الطالب هنا تليها تفكير نقدي في المعلومات. بماذا؟ بحيث ماذا؟ بحيث يجب علينا أن نفكك تلك المشكلة، نحلل تلك المشكلة، نبسط تلك المشكلة، لابد علينا أن نضع مميزاتها، سلبياتها. بعد الانتهاء من تبسيطها ومراجعة الخطط التي وضعناها، فبالتالي ماذا يجب علينا؟
نقوم بترجيح الأفضل، نرجح أفضل نقطة نراها مناسبة، أفضل هدف مناسب لنا، وبالتالي بعدها يا أعزائي الطلاب سوف بإذن الله نتوصل إلى الحل النهائي لاتخاذ قرار حل المشكلة. إذن كذلك يا أعزائي الطلاب أريد منكم إجابة على بعض الأسئلة لدرسنا لمهارة حل المشكلات. لدينا عدة تساؤلات. لدينا سؤال يا أعزائي الطلاب، اختر الإجابة الصحيحة. مفهوم مهارة حل وإدارة المشكلات. لدينا عدة إجابات، أريد اختيار إجابة واحدة صحيحة فقط. مفهوم مهارة حل وإدارة المشكلات برأيكم أيهما الإجابة الصحيحة؟ نشاط يقوم به الإنسان للبحث عن سبب المشكلة، أو قد تكون الإجابة معوق حياتي تتم مواجهته بمجموعة حلول، أو قد تكون الإجابة أعزائي الطلاب نشاط يمارسه الإنسان للتغلب عن المشكلة عبر اتخاذ قرار مناسب. برأيكم يا أعزائي الطلاب أريد فقط إجابة واحدة صحيحة، فبرأيكم أيهما الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، ستكون الإجابة نشاط يمارسه الإنسان للتغلب على مشكلة عبر اتخاذ قرار مناسب. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. لدينا بعضا من العبارات. العبارة الأولى يا أعزائي الطلاب، المشكلة انحراف عن الطريق الصحيح الذي يجب أن تسير فيه الأمور. ستكون إجابتنا ماذا يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، الإجابة صحيحة. العبارة الأخرى، من خطوات حل المشكلات. برأيكم الإجابة صحيحة أم خاطئة يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، إجابتنا صحيحة. نتعرف على العبارة الثالثة، لاكتساب مهارة حل وإدارة المشكلات، إعطاء بدائل لحل المشكلة. إذن ستكون الإجابة ماذا يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، الإجابة صحيحة. دعونا أيضا نتعرف على درسنا الثاني، وكان بعنوان مفهوم اتخاذ القرار أو مهارات اتخاذ القرار. دعونا نتعرف على البداية، فماذا يقصد باتخاذ القرار يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، مثل ما ذكرنا يا أعزائي الطلاب في حصتنا الماضية، هي عملية عقلية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تفكير، تهدف إلى إحداث ماذا؟ تغييرات، الوصول إلى نتائج إيجابية لموقف ذكرنا أو لقضية، بحيث نختار هنا النقطة من خلال المفاضلة بين حلول بديلة واختيار الأمثل. إذن نتخذ نقطة مهمة لاتخاذ القرار، وهي التي تفصل الإنسان على أنه يتخذ القرار الصحيح والصائب. كذلك تعرفنا على الخطوات العملية لاتخاذ القرار. هناك عدة خطوات لابد أن نتبعها عندما نريد أن نتخذ قرار. من تلك الخطوات يا أعزائي الطلاب، لابد أن نحدد الموقف الذي نريد فيه اتخاذ القرار، لابد أن نحدد ذلك الهدف حتى نتم اتخاذ قرار نهائي لتلك المشكلة أو لتلك الموقف. كذلك لابد علينا أن نجمع معلوماتنا المناسبة، سواء كانت معلومات سابقة أو معلومات جديدة، بحيث أن نتخذ فيها القرار الصائب. كذلك لابد أن نقوم بتشخيص الخيارات وتحليلها. إذن تعتبر هذه من أهم النقاط في تحديد اتخاذ القرار، بحيث ماذا نقوم؟ بحيث نقوم بأننا نجمع جميع المعلومات يا أعزائي الطلاب، بحيث نقوم بمقارنتها ببعضها البعض، بحيث نكتشف مزاياها، نكتشف إيجابياتها، وبالتالي نتصل للنتائج التي نريد أن نتوصل إلى اتخاذ القرار. كذلك لابد علينا أن نضع بدائل، لابد أن نختار البديل والخيار الأفضل الذي يحقق أقصى فائدة حتى نتوصل إلى القرار الصائب.
إذن لابد علينا عندما نقوم بتحديد النقاط والخطوات في تنفيذ اتخاذ القرار، سوف بإذن الله نصل إلى اتخاذ قرار صائب. فهناك عدة مبادئ وتوجيهات تيسر لنا اتخاذ القرار. ذكرنا يا أعزائي الطلاب في حصصنا الماضية وتعلمنا أن هناك عدة نقاط لابد الإنسان أن يصارح نفسه، لابد أن يجلس مع نفسه بحيث أن يضع السبب الحقيقي لأي خيار، لابد كذلك أن يستشير أهل الخبرة لكي يستفيد من آرائهم ويسمع خبراتهم السابقة، كذلك لابد أن يفحص تلك الخيارات التي وضعها أمامه ويختار القرار الأفضل والأنسب له. لابد على الإنسان هنا والفرد أن يتعلم من قراراته السابقة التي سبق أن حصل له مثلا في اتخاذ موقف أو في اتخاذ قرار، لابد أن يتخذ القرار الصائب. لابد علينا هنا أن ننظر لجميع السلبيات جميع الإيجابيات في اتخاذ كل قرار حتى نصل إلى القرار الأمثل. دعونا الآن يا أعزائي الطلاب نجيب على بعض من الأسئلة التي أمامنا. اختر الإجابة الصحيحة. عزيز الطالب والطالبة، لدينا سؤال من مفهوم مهارة اتخاذ القرار، أريد إجابة واحدة صحيحة فقط. عملية عقلية تهدف إلى إحداث تغييرات والوصول لنتائج إيجابية لموقف أو قضية. العبارة الأخرى، اتخاذ القرارات بصورة سريعة دون الرجوع للمفاضلة بين الحلول. العبارة الثالثة، البحث في عمق الموقف ومعرفة الطريقة الأمثل للحل من خلال العاطفة. برأيكم يا أعزائي الطلاب أيهما الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، إذن ستكون إجابتنا عملية عقلية تهدف إلى إحداث تغييرات والوصول لنتائج إيجابية لموقف أو قضية. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. العبارة الأولى يا أعزائي الطلاب، لاكتساب مهارة اتخاذ القرار لابد من القدرة على الاستنتاج، برأيكم؟ أحسنتم، إجابتنا صحيحة. العبارة الأخرى، من الخطوات العلمية لاتخاذ القرار جمع المعلومات المناسبة. إذن ستكون الإجابة ماذا يا أعزائي الطلاب؟ صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم، الإجابة صحيحة. العبارة الأخرى، التفرد بالرأي هو سير في اتخاذ القرار السليم. ستكون إجابتنا ماذا يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، الإجابة خاطئة. العبارة الأخرى، ما السبب في المشكلة؟ سؤال يضمن السير على خريطة اتخاذ القرار. أحسنتم يا أعزائي الطلاب، إجابتنا صحيحة. كذلك يا أعزائي الطلاب والطالبات، تعرفنا في كتابنا على الوحدة الرابعة، وتعرفنا في الوحدة الرابعة على مهارات الترفيه، وتعرفنا على ماذا أعزائي الطلاب؟ تعرفنا على الرحلات والنزهات، وتعرفنا على مفهوم النزهة، وكذلك تعرفنا على الترفيه. فماذا يقصد يا عزيزي الطالب هنا بالنزهة؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، هو الانتقال أو الخروج إلى الهواء الطلق وإلى أماكن ترفيهية بهدف بغرض ماذا؟ بهدف الترويح عن النفس وتجديد الطاقة. كذلك تعرفنا على الترفيه، فيقصد به هنا يا أعزائي الطلاب هي وسائل إدخال السرور على النفس والترويح عنها، وذلك لتجديد الطاقة ونشاطها وحيويتها. ذكرنا في حصصنا الماضية على فوائد الرحلات والنزهات، فمن فوائد الرحلات التي تعرفنا عليها سابقا يا أعزائي الطلاب ما هي؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، بداية يكسب الفرد أو الشخص بخبرات وتجارب عديدة وجديدة،
لتوسع مدارك ذلك الشخص. وكذلك ماذا أعزائي الطلاب؟ تعد من وسائل الترفيه عن النفس. وأيضا ذكرنا من فوائد الرحلات والنزهات ماذا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، تكشف عن أخلاق الأشخاص ومعرفة طبائعهم وتعويدهم على النظام والنظافة والأداب. وذكرنا بعض شروط نجاح الرحلات والنزهات، ما هي شروط نجاح الرحلات والنزهات؟ إذن يا أعزائي الطلاب، لابد علينا مثل ما ذكرنا، لابد علينا من التخطيط الجيد قبل البدء بالرحلة. لابد أن نخطط للرحلة، سواء كان اختيار الزمان أو اختيار المكان. تليها ماذا؟ لابد أن نضع هدف لتلك الرحلة يا أعزائي الطلاب، وبعدها تليها لابد علينا أن نحدد ميزانية لتلك الرحلة. وكذلك لابد أن نستعد الاستعداد الجيد مع توفير الاحتياجات أو المستلزمات الضرورية الشخصية. لابد أن ننظم الرحلة قبل وأثناء الرحلة وبعد الانتهاء من الرحلة. فمن الشروط الواجب مراعاتها هنا التنظيم في جميع الرحلات والنزهات حتى يتم نجاح الرحلة أو النزهات. وذلك لابد علينا في حال الذهاب إلى رحلة سواء لمتحف، لابد أن نأخذ الإذن المسبق يا أعزائي الطلاب للجهة المرتبطة لذلك. كذلك لابد علينا إعداد برنامج متكامل لتلك الرحلة. أيضا لابد علينا أن نقوم بتوزيع المهام على جميع الأشخاص في الرحلة حسب ميولهم والمشاركة في جميع المهام. كذلك لابد أن نبتعد عن المخالفات الشرعية. أيضا يا أعزائي الطلاب، لابد علينا أن نلتزم باللباس الشرعي من شروط نجاح الرحلات. وكذلك لابد علينا ضبط جوانب الأمن والسلامة وتوفير الإسعافات الأولية. كذلك تعرفنا على أنواع الرحلات والنزهات. الرحلات ليست فقط رحلة تسمى برحلات الترفيهية، ولكن هناك عدة أنواع للرحلات والنزهات. فهناك قد تكون رحلة تعليمية، قد تكون هناك رحلة تربوية، قد تكون هناك رحلة ماذا أعزائي الطلاب؟ تسويقية. أيضا قد تكون رحلة للعبادة. لدينا سؤال يا أعزائي الطلاب، اختر الإجابة الصحيحة. من فوائد الرحلات والنزهات: تكسب الإنسان تجارب وخبرات ومهارات جديدة توسع مداركه، أم التدريب على أداء الأعمال المكتبية في سكينة وهدوء، أم التدرب على مهارة الاقتصاد والتعرف على الطريقة السليمة للادخار؟ برأيكم أيهما الإجابة الصحيحة يا أعزائي الطلاب؟ إذا من فوائد الرحلات والنزهات: تكسب الإنسان تجارب وخبرات ومهارات جديدة توسع مداركه. أكمل الفراغ بما يناسبه من خلال درسنا للترفيه يا أعزائي الطلاب، أهمية في حياة الأسرة لفراغ. ستكون الإجابة ماذا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، لكسر روتين الحياة. تحديد موعد الرحلة وإعلام المشاركين بها قبل الموعد بوقت كاف. برأيكم ستكون ماذا الإجابة؟ أحسنتم، يساعد على نجاحها. كذلك تعرفنا على وسائل الترفيه أثناء الرحلة، وعرفنا من أهمية وسائل الترفيه يا أعزائي الطلاب للرحلات والنزهات. لابد علينا بإعداد مسبق، مثلا لإعداد أسئلة ثقافية، أسئلة تربوية، كذلك مسابقات ذهنية، وذلك للاستفادة منها في توسيع مدارك المشاركين في الرحلة والتنزه. وكذلك إعداد مسابقات تربوية أيضا يا أعزائي الطلاب، كذلك بالاستطاعة أن نقوم بإعداد مسابقات رياضية سواء كانت مسابقات فردية أو مسابقات جماعية. كذلك الاستفادة مثلا يا أعزائي الطلاب بالحاسب الآلي، وكذلك ممكن الاستفادة بإقامة مسابقات في الطهي بين الأبناء. كذلك تعرفنا على بعض الأدوات الرحلات التنزهية. لابد علينا في كل رحلة تنزهية أن تتوفر لدينا بعضا من الأدوات،
وقد تكون تلك الأدوات أساسية في الرحلات، فلا بد علينا أن نوفر الماء، نوفر المستلزمات البلاستيكية، كذلك لا بد علينا أن نوفر المواد الغذائية، ومثلا على حسب نوع الرحلة عندما نريد أن نوفر بعض أدوات الشواء أو قد نوفر الخيام، وقد أيضا كذلك نوفر أدوات الترفيه. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أعزائي الطلاب، وأمام العبارة الخاطئة خطأ. من وسائل الترفيه أثناء الرحلات إقامة المسابقات للطهي. برأيكم يا أعزائي الطلاب أحسنتم، الإجابة صحيح. العبارة الأخرى، من أدوات الرحلات التنزهية الخيام. أحسنتم يا أعزائي الطلاب، الإجابة صحيحة. العبارة الأخرى، لابد من الاحتطاب بقطع الأشجار والتخفيف من الغطاء النباتي في الأرض. إذن إجابتنا خاطئة، أحسنتم يا أعزائي الطلاب. العبارة الأخيرة، يستفاد من اجتماع الأسرة في الرحلات بتذكيرهم بعظمة الخالق من خلال الأثر. إذن ستكون ماذا الإجابة؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، الإجابة صحيحة. ودعونا نتعرف على الوحدة الخامسة، وهي مهارات تقنية وإعلامية. وتعرفنا على درس ماذا أعزائي الطلاب؟ تعرفنا على درس البطاقات، كيف نتعامل مع تلك البطاقات البنكية. وتعرفنا على البطاقات وهي إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، وكذلك أعزائي الطلاب التي انتشرت على مستوى العالم. فدعونا نتعرف على البطاقات. نجد أمامنا في الصورة ماذا تقصد بالبطاقة أعزائي الطلاب، وماذا تعني لنا كلمة بطاقة. هنا نجد في الصورة، من خلال الصورة التي أمامنا، هي عبارة عن قطعة من البلاستيك. أيضا كذلك نجد على البطاقة يكتب اسم حاملها، وكذلك نجد يكتب عليها تاريخ إصدارها، وكذلك نجد أنه يكتب عليها تاريخ انتهاء صلاحيتها، وأيضا نجد رقم متسلسل، وأيضا أعزائي الطلاب نجد مصدرها وشعارها، وكذلك مطبوع عليها طباعة ماذا؟ طباعة شفافة شعار المنظمة التابعة لها. أيضا ونجد من الخلف ماذا؟ رمز الأمان أعزائي الطلاب، وهو مكون من 3 أرقام. أيضا تعرفنا في الحصص الماضية على البطاقات الحساب الجاري، وهو عبارة عن أداة دفع وسحب نقدي يصدرها من يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، يصدرها بنك تجاري، تكمن وحاملها من الشراء بماله الموجود في البنك. كذلك تعرفنا على البطاقة الائتمانية يا أعزائي الطلاب، وهي ماذا؟ أحسنتم، أداة دفع وسحب نقدي. من يصدرها هنا البطاقة الائتمانية؟ أحسنتم، يصدرها إما بنك تجاري أو مؤسسة مالية. دعونا الآن نسترجع ما تعلمناه في درس البطاقات يا أعزائي الطلاب. أنواع البطاقات الائتمانية، لدينا 3 إجابات، أريد اختيار الإجابة الصحيحة. أحسنتم يا أعزائي الطلاب، ستكون ماذا الإجابة؟ أنواع البطاقات الائتمانية، بطاقة الحسم الشهري والائتمان. إذن يا أعزائي الطلاب والطالبات، بهكذا انتهينا من درسنا لهذا اليوم. دمتم بحسن، استودعتكم الله.